ورجعنا بعد الفاصل وعايزين نكمل طبق الفتة بتاعنا. الفراخ اتسلقت وقطعتها أجزاء، يلا بقى نرصها فوق مكونات الفتة اللي هي الرز والعيش. نعمل كده. عايزة بقى تفصصيها يعني تبقى متفتفتة، ممكن برضو مش هتقول لا. يعني هنحط بقى صوص الزبادي بتاعنا كده على الفراخ اللذيذة. كمان بقى عندي كده اللوز المتحمص الجميل. وكده طبق الفتة بتاعي جاهز، ويرجع بقى ورا علشان نشوف هنعمل ايه في الحلقة دي. في الجزء ده من الحلقة هنعمل صينية جلاش بالجبنة والفراخ. الجبنة أساسية جدا في الجلاش ده، مع فراخ كده هعملها بالبصل والثوم. حاجة سهلة جدا وبسيطة، بس ايه برضو تجديد، تقدري تقدميها جنب طبق الفتة بتاعك. مكوناتي هي صدور فراخ مخلية، كمان معايا زبدة سايحة، معايا ثوم وبصل، وكمان بضايا وموتزاريلا وجبنة مبشورة وكريمة لباني. انا عايزة دلوقتي ارص الجلاش، بس قبل ما ارص الجلاش لازم نجهز الحشو بتاعه. الحشو بتاعه هيتجهز هنا كده في الطاسة دي. حط بس ايه نقطة زيت. ونجيب بقى ايه صدر الفرخة بتاعنا، عايزين نقطعه كده مكعبات صغنطوطه جدا. عايزه تفرميه ممكن، لكن انا شايفه من الاوضح ان هو يتقطع مكعبات صغيره، هيبقى في الطعم باين اكتر. الزيت سخن، فممكن ايه قبل نبقى نرجع للفراخ، بس لما نعمل كده البصل والثوم. سيبهم بقى دول يتشوحوا قبل ما انزل عليهم بالفراخ. هديهم بس شوية ايه الحاجات اللي هبهر بيها الطبق. ملح، فلفل اسود. انا بحب البصل ياخد من طعم البهارات، فعشان كده تلاقيني في وصفات كتير وده وقع منه كتير، بس ممكن ننقذ الموقف. هي كزبرة ناعمة، حطينا ملح، حطينا فلفل، حطينا كزبرة ناعمة. عايزين بقى قرفة، وعايزين بابريكا، نص معلقة قرفة ونص معلقة بابريكا عشان ما نغيرش اللون. هنغطي بقى ونسيبها تدبل لحد ما اجهز بالمكعبات الفراخ. كنا بنقطع الفراخ مكعبات صغيرة زي ما اتفقنا. هي مش عايزة تتفصل وانا هفصلها. اوكي، هنيجي كده نقطعها واحدة واحدة علشان برضو لما تبقى صغيرة على طول مش هتاخد سوا كتير مع البصل.
بعصجها كده زي ما اكون بعصج مفروم. وزي ما قلتلك ممكن تفرمي الفراخ، مش هيبقى وحش، برضو هيبقى لذيذ. بس انا فضلت ايه المكعبات. هنخلص ايه على طول عقبال ما ايه، خلينا ايه نكتفي بهذا القدر من الفراخ، لان انا معايا جبن كتير وانا بقدم لكم المقادير قلت انه الاساسي مع الفراخ طعم الجبن في الموضوع. عايزين بقى ايه كده نعمل الموضوع ده كده نقلب، علشان هو مش هياخد وقت طويل زي ما احنا متفقين، بس لازم اقلبه حلو ونغسل ايدينا مكان ما كنت بقطع الفراخ، ونزود هنا كده سنة مية علشان يكمل السوا صح. هسيب بقى الكلام ده وابدأ ارص صينية الجلاش بتاعتي. هنيجي كده بقى، انا مجهزة الجبنة الموتزاريلا ومجهزة الجبنة المبشورة الشيدر والزبدة السايلة جنبي. نبدأ. احنا عارفين طبعا الجلاش بينشف بسرعة، فلازم تبقي وانتي بتشتغلي فيه واخدة بالك من النقطة دي، يعني بسرعة في الرص الطبقات الجلاش، تكوني سريعة وفي نفس الوقت تبقي لفاه كده. انا بعمل كده، وبعدين الزبده نوزعها كده على الجلاش، نجيب الفرشه رصت صينية الجلاش. طبعا كل ست بيت عارفاها، بس خلينا ايه ننفذ الخطوات قدام مع بعض كده واحدة واحدة عشان نبقى الامور كلها واضحة. بدي كده رشة من الجبن. اوكي، تمام. نرجع تاني للجلاش، بفضل ارص بقى كده الصينية بكمية بقى ايه الجلاش اللي انا محتاجاها، سواء اللفة كلها او عايزاها تبقى خفيفة ممكن استخدم 3/4 اللفة مثلا. دي حاجات كلها ترجع ليكو انتو مش ليا انا. انا هطفي على الفراخ لان هي خلاص، وكده نيجي جبنة تاني. وهنحط بقى هنا ورقة كده من الجلاش عشان تبقى فاصل بين الجبنة والفراخ، وهنزل بالفراخ اللي خلاص استوت ريحتها جميلة.
طبعا القرفه عامله ريحه جميله جدا، هي المميزه الجلاش ده. القرفه اللي احنا حطيناها دلوقتي مع ال، لا نحط ايه، رشه زبده. تعالوا بقى ايه نبدأ كده، نرجع نرص كده الجلاج بتاعنا زي ما وريتك الخطوات، وندخلها الفرن حوالي كده ربع ساعة، وبعدين نرفعها من الفرن، نكون مجهزين الكريمة مع البيض، نرشها على الصينية. احنا بقى كده اتفقنا ان بنكمل الرص الصينية، هي كده خلاص تقريبا جاهزة، بس ايه خلينا نحط شوية زبدة كده على الوش حلوين. كمان اللي اتبقى عندي من الموتزاريلا، دول برضو خسارة حطهم هنا. طيب في خطوة بقى لازم نعملها قبل ما ندخلها الفرن، الخطوة دي هي خلط الكريمة مع البضاية. خلط الكريمة مع البضاية هيكون كده، كريمة لباني وبيضة، الكلام ده كله كده هيتضرب مع بعضه. نديله بس ايه ملح وفلفل اسود، اي حاجه فيها بيض لازم ايه نكسرها بالفلفل الاسود عشان ما يبقاش فيه زفاره. هرص ده هنزله كده فوق الجبنه والزبده والكلام الجميل ده كله، وبعدين ممكن هقطع الجلاش بتاعي بالسكينه على حسب الاجزاء اللي انا عايزاها، وهدخلها الفرن كده لمدة نص ساعة، وتعالوا نشوف شكلها لما تجهز. الجلاش طلع من الفرن وشكله زي ما انتم شايفين كده جميل ولذيذ. ان شاء الله لو جربتيه هيعجبك قوي. وكمان فتت الزبادي اهي جاهزة معايا. وكده انا خلصت حلقتي النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، ونتقابل في حلقات جديدة، والسلام عليكم.